بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومشاهدي برنامج مصحف رمضان في حلقته 17، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل واللحظة إلى الأستاذ عبد الملك مرابط لطرح سؤال، ثم نعود مباشرة لالتقاط الأجوبة على عموم المواطنين، فابقوا معنا. السؤال اللغوي، ليش الفائدة إن شاء الله تعالى؟ منط الفرق جاء، ما الفرق بين البير البر البر؟ البير البر البر، الفرق بينها. ثم ما الفرق بين الجزر والجزر والجزر؟ كلي الحروف ذي نين نهنين يتبدل إلا الشكل نسن، البر والبر والبور، ثم الجزر والجزر والجزر. ما الفرق جاء ينادينا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تشكاري كني وخا البرنامج وشخصي وسيدي نتباركي كني نتباركي يا ثما إذا غيتوارى نمار إن شاء الله. قرسنا رمضان مبروك، الصحة الدرهنة الغفران التوبة إن شاء الله. إيوا أنت إن شاء الله بنادم هذي زوم مليح وسيدي، غتسعد وين في زوم. السلام عليكم. رمضان مبارك إن شاء الله. مار مسرمان الميثاق النضاع صحاب زغنغان، مار الحباب در الصحاب، لكن وجه ربي إن شاء الله رعقبة يمر إن شاء الله نزوم. السلام عليكم. رمضان مبارك. قاسي مار الأمة الإسلامية، وتشكرك انه خلي الاستضافه. يا شكرا. رمضان مبارك سعيد. خساكينا مزغنغان ماره، جمعيه المجتمع المدني ديك مزغنغان ماره، الاخوه الاخوات، وجمعيه حي الوسي بالخصوص. سي حمادي، رمضان مبارك سعيد. شكرا. بعض الكلمات اخذيني الشرح نسنت واحد من نقشي. ايش الكلمه الاولى؟ قناه البر ذ البر ذ البر، الفرق جانينا البر والبر والبر. من يقصديني البر؟ من يقصديني البر؟ من يقصديني البر؟ البر يعني الشغر، البر تسمى الشغر وانو زيد، البر تسمى الشغر حاج الطبا زيد، البر قانت تسمى اثماث اليابس. هو اليابس اليابس الخاص موفق دايس. البر البر تسمى العكس، البحر من البحر خارج البحر، واليابس البر. الكلمة الأولى قناة البر، من يقصديني البر؟ من يقصديني البر؟ من يقصديني البر؟ ثلاثة الكلمات. إيش قناة البر؟ إيش قناة البر؟ إيش قناة البر؟ شكون إيش المعنى نس؟ البر الوالدين الإحسان. أها صحيح. زيد البر البر لا البر 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 البار البار. مش سقان لوطة لوطة رموه رموه اليابس. اليابس قدي اثنين وحسن يسوي تخيشتن واش اثنين كما جيشت وما عليش. ان شاء الله ان شاء الله البور النوز قد هو البور نيدي كوغل وزو البور هذا جديد. مثلا البر البور البر الجزر 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 والجزر، هنا كلمات متشابهة. أعطيني الشرح نسيت وأنا ممكن. مثلا البر يقصديني البر؟ البر مش نص المعرة، كمثال البر الوالدين. يعني البر كبر كبر الوالدين، يعني أنت كدي سنة خانتك مرة حوايج إحسان. البر البر خاتم عدو البر البار نسنيت مرة ثانية. هذا البار مش نوفا مواط طبيعي هذا نحش نتعيش تايس ربحا ربحا اليابس ربحا نحس بوض البار. الجزر 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 نتسلي ستازي نشر الجزر الجزر خمي الصباح خمي دي فدع هذا يعني خمي دي فدع هذا تنفتح مش مشكلة السنغاس مش مش كاش تعبر. اخاك انت راح يجي مجموعة الاسئلة
يجي مجموعه يجي السؤال يا اخي يجي مجموعه الكلمات تنقصد المرادي في النص الشرح نص الكلمه اللي. الكلمه الاولى البر. البر البر هو الاحسان. هو الاحسان صحيح. البر. البر ذو القمح. القمح تماما. البر. البر عكس البحر. البر الارض اليابسه. اليابسه. الجزر. الجزر وين المد والجزر. الجزر البحر حركة البحر. المد والجزر. الجزر. الجزر الخضر فاكهه ونتا خزو خزو قرش. شكرا سي يوسف النار مبروك عليك صباح يوفقك الله تعالى انه تجاوب سؤالنا صباح هذا كي ذنغ اجن مصحف كريم ان شاء الله توفيق المصحف النا وشكرا اختي سي يوسف فينو شكرا ودي السي احمد بارك الله فيك اغلى اغلى هديه اغلى هديه ان شاء الله ان شاء الله يجن كلمه ختاميه سي يوسف فينو تشكرك نوخ المبادره يا سي احمد مبادره قيمه حقيقه اسئله مولي الشارعات تفاجئ الساكنه اسئله زعما المبادره محموده يطس وتشكرك انه يطس وخصوصا الهديه الجيم دي المسابقه فالهديه وهذه المحسن الزيت بصح السلام عليكم ورحمه الله هي ونقيم شويه خليني غنقل الجواب كنت أعطيت لكم السؤال حول الفرق بين البر والبر والبر الفرق بينها كما هو معلوم ومعروف يعني عند اللغويين وفي المعاجم اللغوية البر هو الخير هو الإحسان هو العمل الصالح وليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية البر هو العمل الصالح ما روني أنت بنادم شان حاجتك شان حاجت الصبح قاس البر قيق البر ذوامي قال البر هو الإحسان البر هو اليابسة ضد ربحة الكرة الأرضية غا اثنين حوايج قسم اثنين ذين البر ذين ربحة مين يجن طماث قناص البر مين يجن ربحة قناص البحر فهو معروف البر هو ذي من ذي القمح فالبر هو الإحسان والبر هو اليابسة والبر هو القمح بالنسبة للجزر والجزر والجزر عاود كذلك باين الجزر هو خزو الزرودية معروفة هي خضرة لونها أحمر من النباتات والجزر هي جمع جزيرة 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 الجمع ديالها هو الجزر فايزة عشان قرص مازيغ و الجزر ضد المد هو حركة ديال البحر البحر كيتمدد مرتين في النهار ويرجع مرة أخرى مرتين في النهار فعندما يتمدد كنقولوا المد مني كيولي اللور بمترين وثلاثة المتر على أيام كنقولوا الجزر وهذا المد والجزر عنده علاقة بالوضعية ديال الكرة الأرضية مع القمر وتتي مسألة الحركة البحر إما المد ذا الجزر من غير نحن شي غير بحا يجو ما غادي يدفنوا يضفوا بحا غا الزاف قاس المد من يتعقب شوية غادي يدفن قرص الجزر فالجزر هو ضد المد والجزر هو جمع الجزيرة والجزر هو خزو طهيلا ذي خزو الشمس قيعني نرى يدي الطويل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.